تاخدوكم ان شاء الله. لو جينا نشوف مع بعض ان شاء الله كده نيجي مثلا شريحه كبيره ممكن عليها في الاخر. كل حاجه في الماضي على طول اللي هي البدايه بتاعت البرنامج. بجيب انا مثلا عرض تقديمي بيظهر لي فيه مثلا ازاي انت عايز تعمل مثلا الحاجات دي اللي انت واخدين فكره عنها في الكريدت. هخطط شريحه ولا تفصيل شريحه. انا قلت ان هي في تفصيل الشرايح بتظهر لي الشرايح اللي عايز تلاقي مثلا شريحه بتكتب فيها عنوان وتكتب تحتها دي ممكن تكتب عنوان الاشياء دي كلها. فانا ممكن اجيب ايه شريحه خاليه خالص ما فيهاش اي حاجه وابتدى اقسم فيها. بالنسبه للناس البسيط خالص اللي كانت برضه بيشتغلوا في الباوربوينت كتير اللي هو بدخل خط اهوت عادي خالص وبكتب رسم عادي خالص اهوت زي ما حضراتكم شايفين. ولو عايز اعمل خط زيه على طول اعمل نفس الخط كنترول سي كنترول جي اعمل زي مثلا توصيل زي المفتاح مفرد مع رمبه مثلا ماشي. لو انا عايز ارسم علب مفاتيح ولا حاجه اديها بس اللون بتاعي اجيبها ابيض ولا حاجه بعمل نسخ على طول لها العلب التوزيع. لو انا عايز اعمل مثلا ممكن الاقيها بقى كذا مكان يعني اسحبها هنا يا ريت معلش احنا هنشيل الخط ده برضك طبعا بقش بحدد عليه كده وبنسحه عادي يعني دي يمكن مش حاجينها برضك. مثلا ان انا هعمل لمبه هنا في العلبه ديت برضك محتاج انا كمان علبه معلش بتعجبني انا مثلا الدايره ديت اللمبه واضغط عليها تبقى عند اللمبه هنا. لو عايز اديها اللون الابيض ولا حاجه اضغط على ضغطتين واغير اللون. ادي اللمبه بتاعتي عندي. لو عايز ارسم مفتاح على طول اهوت المفتاح